في ملف السياحة، قام اليوم كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بالقاسم ساحلي بزيارة تفقدية لولاية وهران، اطلع خلالها على ظروف إقامة أبناء جاليتنا بالمخيمات الصيفية. وبمطار تلمسان وقف عند سير عملية استقبال أفراد الجالية. طه شعبان. ركز كاتب الدولة المكلف بالجالية المقيمة بالخارج بالقاسم ساحلي خلال زيارته للمخيم الصيفي بوهران الذي يضم أبناء الجالية الجزائرية يزورون لأول مرة الوطن الأم، على ضرورة التكفل الأمثل بهم ومضاعفة مثل هذه المبادرات. كل ظروف الاستقبال هي ظروف جيدة، الأطفال مرتاحين لهذا وسعداء بهذا المخيم، وأعتقد أنهم الآن حملوا صورة جديدة، لأن الأغلبية نتاعهم هذه لأول مرة يزوروا أرض الوطن، حملوا صورة جديدة عن الجزائر، جزائر الإنجازات، جزائر السلم، جزائر الاستقرار، ولكن أنهم سيعودوا إلى دول الإقامة نتاعهم أين يقطنون، وهم يعني أكثر اعتزاز بالانتماء لهذا الوطن، وهم أكثر افتخار بهذا الوطن. وبمطار زناتة بولاية تلمسان استقبل كاتب الدولة مجموعة من الجالية الجزائرية القادمة من الخارج، حيث قدم لهم شروحات حول العناية التي توفرها لهم الدولة والإمكانيات المسخرة في شتى القطاعات للمساهمة في تنمية الوطن.